السلام عليكم طلابنا ضمن برنامج RBC's Pharmacist وبدورة عن الجهاز الهضمي. معكم الدكتور حكم العقباني. بهاي الدورة المقسمة على 5 أيام بخمسة فيديوهات قصيرة راح نحكي فيها مراجعة عن 95% تقريبا من الأمراض والأدوية المستخدمة في الجهاز الهضمي. بداية الجهاز الهضمي كونه واحد من أكبر الأجهزة الوظيفية بالجسم مشاكله كثيرة، كونه الجهاز الأكثر عرضة لتنوع الأطعمة وكونه مكون من الماوث، ستومك، سمول انتستان، ليفر، جال بلادر، بنكرياس وغيره. فنحن بنتوقع مشكلة أو مرض أو أي مثلا عرض مرضي ممكن بأي منطقة من هذول المناطق أو بهذول الأجزاء. المشاكل المتوقعة من سوء هضم، حموضة معدة، قرحة، إمساك، إسهال، فقدان الشهية. طبعا هدول كلهم رح نحكي عنهم ونغطيهم بالحالات مع الأدوية المستخدمة فيهم، كيف نشخص ونختار أفضل علاج بناء على الأعراض والتشخيص لكل حالة. إن شاء الله نحقق أكبر استفادة خلال هاي الفيديوهات، ونحن عاملين هاي الفيديوهات قصيرة حتى لا تملوا وناخذ الخلاصة وأفضل معلومة بأقل وقت. راح نحكي عن الجيرت أو ما يعرف بـ Gastroesophageal Reflux Disease بالعربي، الارتداد أو الارتجاع المريئي. طبعا تسميته بالعامية ممكن ما نشخصه كمرض، وإنما حالة عرضية منحس فيها، ممكن الناس تصنفه على إنه حموضة معدة أو حرقة معدة، لكن طبيا هو ارتجاع وسببه واحد من ثلاث. مثل ما بتشوفوا انه المريء متصل بعضلة، هاي العضلة السفنكتر هون وظيفتها، او بالعربي اللي هي العضلة الفؤادية، وظيفتها ادخال المواد او الاطعمة والسوائل بطريق واحد من الاعلى الى الاسفل، ومجرد ما يدخل راح تيجي تغلق تلقائيا. يعني لما يجي الاكل من الاسوفيجل تفتح هاي العضلة تلقائيا، بدخل الأكل وبتسكر مباشرة حتى تمنع عودة الأطعمة والسوائل باتجاه المريء. طيب المشكلة بالجيرت بتكون بثلاث احتمالات. أول احتمال منها هي ضعف العضلة السفلية للمريء، وهذا الشيء بسبب عودة الحمض للمريء وباتجاه عكس الاتجاه الأصلي له. السبب الثاني ممكن يكون هي الوجبات الدسمة أو الأوفر إيتينج أند لاينج داون، وهذا بسبب إنه الوجبات الدسمة بتضغط على المعدة فبتضغط على العضلة هاي، أو إنه الاستلقاء جانبا بعد الأكل مباشرة بضغط على هاي العضلة فبيؤدي لتسريب جزء من الحمض باتجاه المريء. ثالث سبب وهو الهيتال فيرنيا، طيب أو بالعربي الفتق الحجابي. هون لازم نحكي عنه شوية سريعا. شو يعني هيتال فيرنيا؟ طيب باختصار because there is two type of hiatal hernia اللي هو السلايدنج والبارو اسوفيجال هيتال هيرنيا. هدول الاثنين بصنفوا كحالة مرضية لكن ليست خطيرة، للناس بيعانوا فيها الأشخاص بشكل دائم من حرقة أو ألم في الصدر بنقطة الوسط تحت الحجاب الحاجز. طبعا هون هذا الشكل النورمال كيف لازم تكون المعدة، إنه هي السفنكتور تحت الحجاب الحاجز، لكن إذا تعدت هاي المنطقة تسمى بفتق حجابي أو بمعنى الفتق الانزلاق اللي هو السلايدنج مثل ما بنشوف، أو إذا كانت الفتق اللي هو البارو اسوفيجل أو بنسميه بالعربي المتدحرج أو الجانبي. تمام. طيب هلا هدول شو بصير عند المريض؟ بحس بألم في هاي المنطقة لدرجة انه ممكن يحكي لك انا مثلا جهة قلبي في عندي نغزات قوية. مش شرط هاي النغزات تكون في القلب، وانما في نفس المنطقة ما تحت القلب بتأدي لهاي النغزات. طيب منشخصها كيف؟ عن طريق التنظير فقط وعلاجها مثل باقي العلاجات للارتداد المريئي، لكن لفترة شوي اطول، كونه نحن فقط منخفف أعراض، وفي حالات متقدمة ممكن نعالجها في الجراحة مثل ما منشوف إنه بالصور إنه تغير موضع رأس المعدة مع الحجاب الحاجز
بيأثر وبيضغط على العضل الفؤادي السفنكتر، هون سبب المشكلة. طيب حكينا عن جيرج وشو أسبابه، هاي السلايد اللي عندكم بتلخص اللي حكيناه. طيب شو الأعراض؟ بما إنه نحن فاهمين وين السبب أو وين المشكلة، اللي هي عودة الحمض للمريء، بنتوقع إنه الأعراض راح تكون حرقة في المعدة، صعوبة بلع، غثيان، ألم في الصدر نتيجة عودة الحمض وتخريشه للمريء، بحة في الصوت كمان نتيجة إنه الحمض ممكن يوصل للحنجرة، سعال مستمر أثناء الليل وهذا بسبب تحفيز منطقة الحنجرة بسبب الحموضة الزائدة، فبصير في عنا سعال مستمر وخصوصا أثناء الليل. طيب لحظة، لهلأ عم نحكي عن جيرد، طب كثير ناس بيعانوا من نفس الأعراض ونفس المشاكل وبيحكوا إنه عندهم قرحة في المعدة. طيب شو القرحة وشو الجيرد؟ القرحة أو البيبتيك ألسر هي شيء مشابه بالأعراض لكن مختلف بالآلية. سبب القرحة ما له علاقة بالسفينكتور اللي هم الإسوفيجال سفينكتور، ما له علاقة بهاي الشيء، وإنما له علاقة بسببين رئيسيين، يا إما بيكون بكتيريا، يعني بتكون إصابة بنوع من أنواع البكتيريا اللي هي H. pylori، أو إنه استخدام أدوية لفترات طويلة ممكن تأثر على بطانة المعدة فتؤدي إلى قرحة في المعدة، والقرحة اللي هي تآكل في جدار المعدة. طيب هذا التآكل ممكن يسبب نفس الأعراض تبعت جيرد، لكن الاثنين ملخصهم إنه العلاج في الحالتين يعالجوا بنفس الآلية، بفرق واحد تقريبا، إنه لو كان بيبتيك ألسر راح يزيد عنا علاج زيادة اللي هو علاج الـ H. pylori، لكن باقي العلاجات بنتعامل معها كأنه جيرد. طيب هلأ الاثنين كونه في عنا قرحة بالمعدة أو استخدام أدوية أثرت على بطانة المعدة وأدتنا لقرحة، بتزيد من حموضة المعدة إفرازات المعدة فبيعملوا ألم بالمعدة ممكن يسببوا بارتداد مريء. حكينا بالحالتين العلاج مشابه، التشخيص مشابه تقريبا. طيب شو العلاج هون؟ حكينا كونهم كثير متشابهين علاجهم راح يكون كثير في شغلات ريليتد، لازم نحن بعلاج الجيرد او البيبتيك ألسر نخفف من الغازات، نقلل من الرفلكس اللي بيصير، نعالج مشكلة سوء الهضم، ونقلل الشعور بالحرقة والحموضة حتى يخف الآلم. طيب لو اجاني شخص انا بيعاني من حموضة وصعب نميز ما بين الجيرد والبيبتيك ألسر، صحيح نحن صعب نميز، لكن ما يعني نحن البروتوكول او الخطوات كلها اللي راح نعملها كثير كومن، بفرق واحد انه مع البيبتيك ألسر لما تطلع نتيجة اللاب تيست راح يطلع عنده للإتش بايلوري بوزيتيف، هون راح نضيف علاج اللي هم راح نحكي عنهم فيما بعد، الثيرابي للإتش بايلوري اللي هو العلاج الثنائي الثلاثي الرباعي، ونحكي عن الجايد لاين انه هم مش فقط التريبل ثيرابي راح نحكي فيه عن الاتش بايلوري، وانهم في عندنا اكثر من بروتوكول لعلاج الاتش بايلوري. طيب الادويه المستخدمه من انتي اسيد من اتش 2 بلوكر اللي هم الفاموتيدين رانيتيدين وغيرهم، والبي بي اي البروتون بامب انهيبيتور، طبعا هدول مقسمين حسب القوه، اضعفهم الانتي اسيد واقواهم البروتون بامب انهيبيتور. نحكي بداية عن الانتي اسيد مضادات الحموضة، هون بقى نرجع شوي كيمياء. طيب الاسيد اللي هو الـ HCl شو وظيفته بالنسبة للمعدة؟ هو هاضم للأطعمة والبروتينات، تسهيل امتصاصها، معقم وقاتل للمسببات المرضية اللي ممكن ترافق الأكل. حموضة المعدة لازم تكون ما بين 1.5 إلى 3.5، بتزيد الحموضة في حالات مرضية معينة مع وجبات دسمة، مع وجبات حارة أو كثيرة البهارات. طيب نحكي كيمياء، انا عندي حمض في المعدة، عندي اسيد، فانا اذا بعطيه بيس راح يتحول بالمعدة لسولت و H2O، فراح خفف حموضة المعدة باني اعادله بمين؟ بمضادات الحموضة. باختصار حكينا هاي العائلة هي الابسط الاسرع، وظيفتهم neutralizing the pH، ان بنعطي الاسيد بنعطيه بيس بيتحول لسولت وماء. في عنا أربع أشكال رئيسية موجودة للأنتي أسيد،
كل واحد له مشاكله وكل واحد له ميزاته، بداية من الكالسيوم، المغنيسيوم، الألمنيوم والصوديوم بايكربونات. يمكن نشوف انه اقواهم كيميائيا، نحكي انه اقواهم البايكربونات واضعفهم اللي هو الألمنيوم. بهاي المعادلات الكيميائية هاي اللي بتصير بالمعدة، كيف نعمل نيوترولايزنج لما ناخذ هاي التركيبات. طيب شو بيفرق كل واحد عن الثاني؟ طبعا نتذكر شغلة انه اي تغيير في نقطة ما ممكن يسبب مشاكل في النقاط الاخرى. مثلا انا قللت الحموضة حاليا، ممكن يتبعها عسر هضم بسبب عدم التعرض الكافي للأطعمة من قبل الحمض وهكذا. هل إلهم استخدامات أخرى غير إنهم أنتي أسيد؟ يس، إلهم استخدامات بالبنكرياتيك إنسفشنسي، بالباي ريفلكس أند ديريا يوزد باي كيست باي أسيد، باليورينري الكاليشن، وبنعمل بالإنكرونيك رينال فيلير بتعمل فوسفيت بايندينج. تمام. طيب مشاكله مش كثيرة، يعني كأنتي أسيد هو نيوترولايزنج فقط، فهالمشاكل مش راح تكون كبيرة. نتذكر انه الالمنيوم هيدروكسيد او الالمنيوم، تركيبه الالمنيوم بالانتي اسيد ابسوليوت كونترا انديكيشن بالرينال فيلير. في شغلتين ممكن يسببوا لي امساك من الانتي اسيد، اللي هم اي تركيبه فيها الالمنيوم واي تركيبه فيها كالسيوم، بينما يعاكسهم المغنيسيوم. المغنيسيوم بيعمل اسهال، والمغنيسيوم ايضا بيقلل من الابسوربشن اوف فات سوليبل فيتامين. مين هم الفات سوليبل فيتامينز اللي بيقلل امتصاصهم المغنيسيوم؟ اللي هم فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين كي. طيب عشان مشاكل الاسهال والامساك حطينا مثلا المغنيسيوم مع الالمنيوم، مغنيسيوم مع كالسيوم، فهيك منعكس الاسهال والامساك. تمام. طيب البايكربونات والكالسيوم كربونات هم إلهم أعلى ريسك للميلك ألكل سيندروم. تمام. طيب كل يعني كل الأدوية تعون الحموضة أيضا بيأثروا على امتصاص عنصر مهم وهو الحديد. كونه الحديد محتاج يتحول من Fe plus 3 ل Fe plus 2 حتى يصير له امتصاص جيد، فهو بحاجة إلى حموضة عالية، فلازم أبعد ما بين مضادات الحموضة وما بين أخذ الأيرون في الجسم. هل في إله تعارضات؟ هل في إله كونترا إنديكيشن إني أستخدم أنتي أسيد؟ يمكن الأدوية قليلة، لكن من أشهر الشغلات وأهم الشغلات اللي لازم تعرفها إنه مريض اللي بياخد دايجوكسين المفروض ما ياخد أنتي أسيد، أو يباعد ما بين الأنتي أسيد وما بين الدايجوكسين، كونه بقل يعني المضادات الحموضة أو الأنتي أسيد بتقلل من امتصاص الدايجوكسين. طيب الأشهر الأمثلة عليه من الأدوية المستخدمة مثل الكالسيوم كربونات أو كالسيوم كربونات ومنحط معه مغنيسيوم كربونات، مثال عليه دواء كتير مشهور مثل الريني أو الفوار فروت أو ليما. هلأ شو سبب إضافة هون الكالسيوم كربونات للمغنيسيوم كربونات بمثال عليه مثل الريني؟ سبب إضافتهم إنه الكالسيوم بعمل إمساك بينما المغنيسيوم بعمل إسهال، فالاثنين بيعكسوا السايد إفكت لبعض، فبالتالي ما بصير عندنا لا إمساك ولا إسهال باستخدامنا للريني. لكن متوقع مع الكالسيوم لحاله مثل الليمة ممكن يسبب عندنا إمساك للمريض. طيب هون الجدير بتذكر انه كمان حكينا عن الالمنيوم، وفي عندنا تركيبة الالمنيوم والمغنيسيوم، والاثنين حكينا بعكسه بعض. دير بالك كمان من شغلة الالمنيوم، زي ما حكينا انه للرينال فيلير فهو كونترا انديكيتد، ممنوع نستخدم لواحد الرينال يعني عنده مشاكل بالرينالي، فنضلنا منتبهين لهاي الشغلة. الجدير بالذكر هون انه كل هاي التركيبات من مكسال بلس، بريني، فور فود، اغلبهم بتجي تشوبل تابلت. طيب ليش تشوبل؟ يعني ليش هي اقراص قابلة للمضغ؟ بتنحط هاي الاقراص على اللسان وبنحكي له اصبر عليها بما تدوب شوي، حاول ما مثلا تقرش او تكسر التابلت هاي وخليها تدوب لفترات طويلة.
هون لأنه نحن بدنا وقت كافي حتى تتعادل الحموضة على طول طريق المريء، فحتى تغسل المريء بأسد ببيس، تغسل الأسد ببيس وتعادل حموضة المريء مرورا بكل المريء حتى توصل المعدة. فهاي السبب الأكثر إنه نستخدمه نحن كتشوبل تابلت. طيب رح نحكي عن إشي اسمه ألجينيت. شو يعني ألجينيت؟ طحالب، إشي بالطحالب. إذا نحن عم نحكي عن جافسكون، بتتذكروا الجافسكون هذا المشهور بالدعايات؟ هون قصدنا بالألجينيت عن الجافسكون. طيب الجافسكون نفسه هو مادة لا يعتبر هو أنتي أسيد، لكن هي مادة تعمل physical barrier، يعني هاي مثل ما شايفين هون بهاي الصورة انه هو بيعمل حاجز فيزيائي طافي فوق سطح الطعام والسوائل بالمعدة، مثل مبدأ الزيت والمية. اوكي، انه بتطفو هاي الطبقة على سطح الأطعمة والسوائل في المعدة حتى تمنع خروج الحمض باتجاه المريء. لكن مشكلة الألجينات كمادة انه هي الجسم بيستجيب إلها بشكل عكسي، انه مع وجودها بتزيد حموضة المعدة، عشان هيك هاي التركيبة ما بتيجي لحالها، وانما بتكون كومباينيشن من انتي اسيد والجينيت، وهيك بنكون عملنا حماية فيزيائية للارتداد زائد انه نحن عادلنا الحموضة. شو هاي المضاد الانتي اسيد اللي بينضاف للالجينيت؟ مثل الصوديوم او بوتاسيوم بايكربونات او كالسيوم كربونات. رح نحكي عن اشهر اشي او يمكن الاصناف الوحيدة الموجودة حاليا في السوق اللي هم الجافسكون. هم نوعين اغلب الناس بتخربط بينهم، مش شرط ادفانس انه يكون احسن، في عنا العادي وفي عنا الادفانس. طبعا موجود باكثر من نكهة، هاي بس مشان تقبل المريض، يعني هو موجود في نكهات مختلفة هاي للمريض، لكن النوعين الرئيسيين الجافسكون العادي والجافسكون ادفانس. مش شرط انه ادفانس اقوى، وانما ادفانس يعني كميه الالجينات فيه عاليه وكميه الانتي اسيد فيه قليله، اذا هاد انتي اسيد اقل والجينات عالي، بينما الجافسكون العادي الانتي اسيد فيه اعلى من كميه الالجينات. الجافسكون ادفانس كونه كميه الالجينات فيه عالي بكون لزج اكثر وممكن الشخص يستفرغ منه، هدفه انه يعمل فيزيكال بارير. الجافسكون العادي حكينا كمية الأنتي أسيد فيه أعلى وبالتالي متقبل أكثر للأشخاص، أسرع بالاستجابة وبقلل الحموضة بشكل أسرع وأقوى من الأدفانس. طيب هل هو آمن للحامل؟ الجافسكون العادي آمن للحامل بكميات قليلة كونه ما بصير له امتصاص للجسم. طيب كسايد افكت الجافسكون ما إلو هاي السايد افكت الكثيرة، لكن كل الأدوية حكينا اللي بتأثر أو بتقلل من حموضة المعدة ممكن تعمل لي مشاكل في الهضم، ممكن تعمل لي شوية إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم اللي بيصير مع تقليل الحموضة. رح نحكي عن آخر جزء من ببارت 1 عن الغاز. طيب شو دخل الغاز والنفخة والتشجع هذا اللي بصير بالجيرد او بحموضة وحرقة المعدة؟ هلا الاسيد ريفلكس بيزيد الغاز فورميشن وبيرجع بطريقة ثانية، هاي الغازات اللي صارت عنا راح تضغط على عضلة المعدة او السفينكتور او العضلة الفؤادية هون، وبتسبب بحدوث ارتجاع للمريء وبيؤدي الى حدوث حرقة في المعدة. يعني النفخة زيادتها بتزيد الضغط على السفينكتور، بتزيد الحموضة، وبالتالي بتعمل تؤدي إلى عمل حرقة وارتجاع أو ارتداد مريئي. فعلاج النفخة ضروري في حالات الجيرت، إنه نحنا أغلب الأدوية ممكن تكون مع كومباينيشن بتكون فيها إشي أنتي غاز. طيب تقريبا علاج النفخة مقسم لقسمين رئيسيين في الأسواق أو بالماركت، يعني بالصيدليات موجود على شكلين رئيسيين أشهرهم سيميثيكون. سيميثيكون طيب شو هاي التركيبة اللي هو مثل كازيكس ديفلات ديغاز وهدول الأدوية؟ طيب الميكانيزم إلهم هم بيعملوا تشينج للسيرفيس تنشن،
change للسيرفيس تنشن، فبيعمل form of large bubble to eliminate by blushing. طيب ك side effects ما في عنده إشي common، ما في إشي severe لا يذكر، يعني ممكن يسوي شوية itching أو swelling، هدول يعني شغلات نادرة ما تصير ومش هالإشي اللي كتير خطير. طيب استخدامه في الحمل، هلأ في guideline بتحكي إنه هو safe كونه ما بيعبر البلاسنتا، لكن أغلب الجايدلاين بحكي إنه ما في كونه ما إله آثار جانبية، وكونه ما إله آثار جانبية ظاهرة أو إنه مشاكل ظاهرة عليها ممكن نصنفه ككاتيجوري سي وهو غير آمن مثلا تقريبا للحامل، لكن بدون وجود أي مخاطر على الأجنة. يعني إذا دعت الحاجة ممكن نستخدمها إذا كان البنفيت أعلى من الريسك. طيب إذا كان في عنا حامل وكنا خايفين من شغلة النفخة وبدنا نعطيها إشي للنفخة، هل نترك الحامل هيك؟ أكيد لا. الخيار الثاني اللي هو القسم الثاني من مضادات النفخة أو الانتفاخ اللي هم حبوب الفحم وكربون أو الكربون العضوي. طيب هذا اللي هو حبوب فحم نباتية تمتص الغازات وبتنزل مع الستول. هيك بنكون خلصنا أول بارت من الجيرت. بضل عنا الجزء الجيرت والبيبتيك ألسر، في عنا ال H2 بلاكر، وبنحكي عن البروتون بامب إنهيبيتور. يعطيكم العافية وإن شاء الله ألقاكم في الجزء القادم غدا. يعطيكم ألف عافية.